بمناسبة قرب بقى قدوم عيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين. خليني أقول لحضراتكم، مثلا وزارة التموين والتجارة الداخلية النهاردة أعلنت عن ضخ كميات كبيرة من السلع يوميا بتوفير 28 صنف للمواطنين على بطاقة الدعم، زي السكر والرز والزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمنة والدقيق، ده غير طبعا السلع الأخرى اللي بيحتاجها المواطنين. خلونا نروح سريعا للأستاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين. برحب بحضرتك، وأبرز استعدادات وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك. مساء الخير عليك يا أستاذة دينا وعلى سلام. مشاهدينك الكرام، وكل سنة والعالم الإسلامي كله بخير إن شاء الله. يا رب. وزارة التموين قطاع التجارة الداخلية هي معهد تجاز في هذه الأيام وعلى قدم وساق لتوفير اللحوم، لأن تعتبر ده عيد اللحمة للشعب المصري بالجودة العالية وبالأسعار المناسبة. وكان هناك اجتماعات كثيره من معالي وزير التموين والتجاره الداخليه والشركه القابضه وقطاع التجاره الداخليه توفير اللحوم اللي في هذا العيد. وزي ما حضرتك شفت اسعارها ايه بقى؟ اسعارها ايه يا استاذ عبد المنعم؟ هقول لكل الاسعار يا فندم، وهنوضح للمواطن المصري الاسعار والاصناف، لان احنا النهارده الحمد لله وبفضله طرحنا اعداد وكميات متعدده لتناسب ذوق كل مواطن مصري بياخد احتياجاته من اللحوم. على سبيل المثال بيتم ضخ 8000 ذبيحه لحوم سودانيه مختومه بالختم البنفسجي بمعدل 300 ذبيحه يوميا ب 85 جنيه الكيلو. سليم؟ تم ضخ 10000 لراس سوداني مطبوح جاي من السودان لحوم مبرده ضاني ب 95 جنيه الكيلو. تم ضخ كميات كبيره من اللحوم الضاني المختومه بالختم المستدير الاحمر ودي ضأن بلدي ب 125 جنيه الكيلو. كما توجد كميات كبيره من اللحوم البرازيلي من 65 ل 85 جنيه بالكيلو، والدواجن ب 37 جنيه. وعاوز اقول للمواطن المصري ان هذه اللحوم بوفرة وكميات كبيره جدا في مجمعات الشركه القابضه من خلال 1259 منفذ على مستوى الجمهوريه. النهارده ما عادش فرق ما بين وجه قبلي او وجه بحري او اسكندريه او القاهره الكبرى، كل معارضنا موجوده في مصر بنفس الاسعار. برضه انه عاوز اقول النهارده يعني اللي انا شفت فيه ارضاء ورضا من المواطن المصري على هذه الاسعار التي لم تزيد جنيه واحد عن السنه اللي فاتت، واقبال شديد على منافذ الشركه القابضه في المجمعات السلكيه. والله والله بقول لكم يا جماعه يا شعب مصر العظيم، الكميات متوفره بكميات كبيره جدا على مدار الايام الجايه. عارفين ان احنا استهلاكنا قد ايه خلال ايام العيد من خلال دراسات استراتيجيه سابقه، وعليه عمل خطه لضخ هذه الكميات لتوفير هذه اللحوم للمواطن المصري. كما تم ضخ كميات كبيره جدا زي ما حضرتك اشرتي من السلع الاساسيه من السكر والزيت والارز والمكرونه والدقيق والفول والمثله مثله الطبيعي والزبده والصلصه والعصير والجلاش والرقاق في المجمعات الاستهلاكيه، والفاكهه والخضار باسعار اقل من مثيلاتها في السوق من 20 ل 25%. انا عاوز اقول اللحوم السوداني في المجمعات ب 85 بره تلاقيها ب 95، اللحوم البرازيلي ب 65 هتلاقيها بره ب 85. هنقول الكميات متوفره جدا بزائد منافذ وزاره الزراعه ومنافذ الشقه الوطنيه ومنافذ الامان والسيارات المتنقله اللي موجوده بتجوب شوارع مصر سواء من الشركه القابضه او تحيا مصر. عاوز اقول ناخد الاجراءات الاحترازيه والسلع متوفره بكافه منافذنا في انحاء الجمهوريه. كل سنه وانت طيب يا استاذ عبد المنعم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين، شكرا جزيلا ليك، وكل سنه وكل المصريين بالف الف الف خير.